قل ما حكم المصافحة بعد الصلاة في المسجد على شكل حلقة وفي معظم الصلوات، وما حكم القيام بذلك أمام المسجد على شكل حلقة أيضا؟ كيف يعني كأنهم يتجمعون؟ ما أدري وش مصافحة. صافحة أخاك المسلم إذا لقيته هذا مطلوب مشروع، وأما أنه ما يصافح إلا إذا صاروا حلقة، إذا كان هذا هو المقصود أنهم يتحلقون من أجل المصافحة هذا بدعة. إذا لقيت أخاك صافحه، أما أنهم يتحلقون علشان المصافحة هذا بدعة. نعم.